صحة رمضانكم. في رمضان كل بلاصة في الجزائر عندها أجواءها الخاصة. في رمضان يكثر الخير ويزيد التضامن بين الجزائريين. قضيان رمضان ضيفنا اليوم هو التركي شيف مراد. صباح الخير شيف مراد، واش راك؟ صحة رمضان؟ الحمد لله، الله يسلمك. صحة رمضان، الله يسلمك، كل عام وانت بخير. امين، كل المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. كيفاش شيف مراد في رمضان؟ رمضان الحمد لله، رمضان بركة، رمضان الناس فرحونين، من مسلمين وكاين لي ناس يديروا صدقة، والحمد لله حنا لي مسلمين كامل يجوزوا بالفرحة من رمضان. الحمد لله. الحمد لله يا رب. رمضان تاع تركيا ولا رمضان تاع الجزائر خير؟ كيف صراحة؟ كيف كيف؟ كيف كيف؟ كيف كيف ما فيهاش يعني فرق بزاف، ما فيهاش فرق بزاف رمضان. وين تفضلها؟ تفضلها في الجزائر ولا في تركيا؟ انا قريب 11 سنه دائما جوز هنا في الجزائر. رمضان 11 سنه في الجزائر و11 سنه رمضان جوز في الجزائر. صافي وليت جزائري. واش مسر؟
زدتي أربع كويس، ها أربع كويس وواحد دجاجة. وهذا الديول ما لباليش نشري لك، هذا الديول ثاني. ديول الجزائر. احنا نخدموا ديول تاع الجزائر بريك. مش عندنا في تركيا يعني الديول هنا في الجزائر كاين موجود. مرة ولا تلقى لي سوبرات وهكذا نشري نطيب ديول تاع الجزائر. لا ديول تاع تركيا نديروا بريك تركيا. داكور. وقتها شفنا ما كانش نديروا بالهذا. كيف حالك لاباس؟ الله يعاونك، صحة رمضانك. صحة طولك لاباس؟ كيف الأحوال؟ والحمد لله. شوف كوتلات الله يباركها، غير هكذا غير شوفوا كوتلات. ايه؟ حب ندوقها ناكل يعني. لازم ندوقها. لازم ندوقها. أعطيني كيلو كوتلات. على قريار وهكذا بيان. فوالا. وزيتي كيلو فيونداشي. ونديها شوية هذا ستيك. وهذا هاوليك بوز اللوخ تاعها. خلاص. دير هذوما. فوالا تقريا. كريم. بسوق هكا نسافر تريا يقولوا لك الوصفات، يقولوا لك عطينا واش كنت طيب. بزاف 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 يعني سيرتو في وقت نمشي برا ولا هكذا اللي الناس يشوفوا. وشاف مانيش عطيني لي روسيت هذا، عطيني لي روسيت هذا. ومره مره كاين لي الناس عندي فيسبوك ولا فيسبوك تاع ريستوران. واش تغني لهم هكا شويه هكا مقطع من تركيا؟ دوكا على رمضان. شويه خسري هكا. اللهم سل على سيدنا محمد أمي النبي وعلى آل محمد. صحة رمضانك، صحة رمضانك. في دراريا عند عائلة من العائلات واللي راح نتعرفوا على الوضعية تاعها دوكا، أرواحوا معنا. مرحبا بكم جوزي اختي. صحه. شوفي المزيريه راني فيها، شوفي خاصتني سكنه. اللي حاب يعاوني يتفضل، راني مريضه مرض السل. شوفي الراديوات نديهم لك. شوفي هذا تاع الصدر. شوفي اختي، مش قال لي الطبيب ما تخدميش. راه باب ربي، باب ربي. راديو واحد 300، واحد 200، واحد 250، كل واحد وكيفاش، كل واحد وكيفاش. والله خطات غير نسلف ونروح ندير ال ها ها. دايره دير راجلي عنده ربع سنين من اللي توفى، من 2006 ديرو ولا 2004 ما مش حاصل. ما بين عليه حتى خطا، ما شافر ما هو من شي عارفه كيفاش ديروا. انت رحتي عندهم من الباب يحاوزوك، ما استقبلوكش من الباب، يستقبلوكش. هذه وشحال عندك دراري؟ عندي زوج بنات، واحده عندها 8 سنين وواحده عندها 7 سنين. كاين لي الناس بزاف يعني بزاف لاباس لاباس ولا هكذا ما على بالوش كاع. تشوفوا كما هذا لا فامي ولا هكذا. انسان قلبي يوجب في هذه الدنيا. الدنيا ما في والو، حنا اليوم كاينين غدوه ما كاش. هذه بيا كما شوفوا لي فامي هكذا، حنا نعاونوا
ربي ان شاء الله يفرج عليها ان شاء الله. انا معليش نقص المستقبل لبناتي، انا بنت ومعليش بصح بناتي. شاف مولا تكون معنا نهار كومبلي اليوم، واش تقدر تحضر كامل على واش جاز اليوم؟ وانا فرحت يعني كما حاجه نقول له اسمه سمحي لي سمع حاجه انسان يعني تصدق وسرته فيه وحدا عائله انسان يعني دبها روح يجيبوا لي اللحم تاعهم ماشي مشكله يعني. فرات زيت شفتوا هذه في انا الدار وهكذا ولا حشك لنا ناكلوا مع الطومبا مع الطومبا الحنوشة الناموس ما تصورلكش في البال والله ما تصورلكش تصورلكش في البال ان شاء الله ربي يفرج بالصحه يعني. ربي يفرج. ماذا بيا احنا نقولوا الناس وين كان لاباس لازم تجي شوفوا هذو الناس وشوفوا هذو الناس لازم يعاونوا ان شاء الله لازم نعاونوا ان شاء الله. كما شفتوا معنا اليوم كان ضيفنا هو الشاف التركي مراد اللي راح قضى في المارشي وشفنا كيفاش يجوز يومياته في رمضان وجينا للعائله وشفنا الظروف الاجتماعيه اللي راهي عايشتها. اللي نشكر جزيل الشكر كجمعيه كافي اليتيم لبلديه دراريه اللي لحقتنا لهذه العائله واللي حاب يعاونها الرقم راهو اسفل الشاشه. انا ما قعد لي غير نقول لكم باللي قضيه رمضان خلاص اليوم، نضرب لكم موعد اخر مع شخصيه اخرى. سلام. Thank you.